بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أستأذن سيدي اليفاوي طلال أبو غزاله هذه الكلمات التي يحب. أنا اليفاوي محمد حجاج، والذي قلت في إحدى قصائدي: سنعود يا يافا بكل عزيمة، رغم الأعادي ورغم الظلم والجور، سنعود يا يافا ونشعل شمعة تفني الظلام وتعلي راية النور. برافو. سيداتي وسادتي، أستأذن سيدي مرة أخرى في كلمة قصيرة أجد لها مجالا، فلكل مقام مقال. أولا اسمحوا لي أن أقدم مندوب ونائب رئيس اللجنة الثقافية السيد أنطون الشامي بكلمة ترحيبية، فلتفضل السيد أنطون. بسم الله نبدأ اللقاء. باسم اللجنة الثقافية للنادي الأرثوذكسي نرحب أجمل ترحيب بالحضور الكريم، وبالسادة جمعية يافا، وبالسادة جمعية يافا ممثلة بالهيئة الإدارية واللجنة الثقافية، كما نرحب بسعادة السيد طلال أبو غزاله المحترم. ولا يسعنا بهذه الأمسية الجميلة وبهذه المناسبة الطيبة إلا ونستذكر يافا العظيمة وبياراتها ورائحة برتقالها ورجالها العظماء الذين كافحوا من أجل يافا ورفعوا اسم يافا للسماء العالي رغم اسمها المرفوع دائما. ومرة أخرى أهلا وسهلا بالحضور الكريم وباليافاوي الكريم سعادة السيد طلال أبو غزاله. أهلا. وأنا بدوري باسم جمعية يافا للتنمية الاجتماعية التي تعودت بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي العزيز أن تقيم نشاطاتها الثقافية والأدبية هنا في هذا المكان الجميل وفي هذه الأمسية العمانية الجميلة. أيها السيدات والسادة، دائما كنت أتساءل هل هناك وجوه أخرى للنكبة غير وجه النكبة؟ في الواقع نعم. عندما أسترجع ماذا حدث لنا بعد النكبة، أستأذنكم باستعراض بسيط. أولاً هناك العلم. بعد النكبة أقبل الشعب الفلسطيني بشراهة ونهم على العلم بعد أن فقد وطنه وأرضه ومصدر رزقه. وثانياً هناك العمل. لكي يتمكن من العلم كان لابد من العمل، فكان رب العائلة ينحت في الصخر، وإذا لم يكن رب العائلة فالولد الأكبر الابن الأكبر كلهم كانوا يعملون ليل نهار حتى يتمكنوا من تحقيق التعليم. فكم من أسرة كانت تخصص نصف دخلها لتعلم ابنها الكبير الذي كان يتولى تعليم ابنائه الأصغر. وكم من لاجئ تغرب في الخليج والسعودية ولم تكن الغربة سهلة في تلك الأيام، فلم تكن الكهرباء كما هي الآن، لم يكن هناك تكييف، كانوا يعانون الحر الظهيرة وحتى الماء النقي. قابلت بعض الناس الذين تغربوا في بعض دول الخليج كانوا ينقون الماء من خلال تمريره في قطعة من القماش، وأنتم تذكرون قصة الأديب الراحل غسان كنفاني رجالا تحت الشمس الذين قضوا على الحدود العراقية الكويتية وهم يسعون إلى تأمين رزقهم. إذن هناك العلم والعمل وهناك البناء. لقد بنوا في تلك الدول وفي كل الدول التي ذهبوا إليها أولئك اللاجئون بنوا الإنسان وبنوا المكان، ساهموا في الرعاية الصحية والتعليمية والهندسية والمهنية، وكثير من إخوتنا هناك يذكرون ذلك الفضل. وأخيرا هناك الإبداع. لقد كان العام الماضي عام 1916 عام الإبداع الفلسطيني بحق وجدارة. كان هناك الإبداع في العلم، في الطب، في الأدب، في الفن. هناك مخرج نال جائزة حتى في هذه الأيام جائزة دولية، هناك ربيع المدهون نال جائزة في الأدب، هناك فيلم فلسطيني وصل إلى الأوسكار حسنا أنه ترشح ولم يفوز ولكن وصوله الأوسكار كان جيدا. في موضوع الإبداع اسمحوا لي أن أرحب، هناك في الماضي في مجلة العرب التي تربى جيلنا عليها كان رئيس تحرير الدكتور أحمد زكي رحمه الله، كنا نقول الدكاترة أحمد زكي. أنا سيدي الكريم على يساري إنه أستاذ
اليافاوية اليافاوي الكبير طلال أبو غزالي. إنه وطن في إنسان وإنسان في وطن، يرفع رأسنا عاليا في كل المحافل. تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت 1960 ونال 4 شهادات دكتوراه فخرية، وهو عضو مجلس أعيان لدورتين، وهو نال وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة الملك عبد الله، ووسام الاستقلال مرتين من المغفور الملك حسين رحمه الله. نال عدة أوسمة أيضا من الحبيب بورقيبة المجاهد التونسي، ووسام من البحرين، وكذلك له مكاتب في كافة أنحاء العالم، 85 مكتبا تؤدي خدماتها في كافة مجالات الخدمة العامة والإدارة والتكنولوجيا، موسوعة من الخدمات تؤدى. لقد طلب مني ألا أقدمه، ولكن لا أستطيع إلا أن أفعل. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب، ولا أريد أن أطيل حتى نكسب كل ثانية وكل دقيقة سماعنا للدكتور اليفاوي طلال أبو غزالة يتكلم عن رأيي أو أقترح سيرته الذاتية وتجربته ورؤياه لواقعنا العربي والمستقبلي. فليتفضل دكتورنا العزيز. شكرا جزيلا لك. أنا ما عندي هذه اللغة العربية البليغة، فراح أحكي باليفاوي، معلش تحملوني. أحلى أحلى. كثير مبسوط أني أكون أنا بالنادي الأرثوذكس بداية. أنا دراستي الأولى ودراستي كلها في يافا كانت في المدرسة الأرثوذكسية. وبعدها وأنا دائما بقولها قلت على التلفزيونات مش يعني شغلة أفخر فيها، بعد انتقلنا من الغازية عندما لجأنا، ما كان في مدرسة في الغازية، قرية ما فيها مدرسة، قرية عظيمة ولكنها صغيرة، فكان مضطر أن أمشي إلى صيدا كل يوم ساعتين روحة وساعتين رجعة، 4 ساعات باليوم. نعمة اللي بيقول والله من يوم ما عندي وقفت نص ساعة أستنى تاكسي، يتذكر إنه في متعة بإنك تمشي 4 ساعات. وعشان هيك اليوم أنا عملت فحص طبي والحمد لله قال لي الدكتور إنه ما لقى شيء اللي يقلقه فيي. عمري 78 سنة وبسبب إني كنت أعاني ما يسميه الناس معاناة واللي أنا أسميه نعمة. يعني لما أنت تكون مجبور تمشي 4 ساعات قديش تكسب صحة؟ مش معقول. المهم رحت إلى صيدا أيضا إلى المدرسة البروتستانت وتعلمت في بعدين انتقلت إلى المقاصد الإسلامية ثم إلى الجامعة الأمريكية. بس بالثقافة المسيحية، وأنا قلبي نص مسلم ونص مسيحي، بالثقافة المسيحية تعلمت الحب، تعلمت المحبة، تعلمت الثقافة النعمة الرضا، أعطنا خبزنا كفاف يومنا. شو بدك يعني واحد يقول لك بس حتى مش بس خبز، خبز يكفيني لليوم، بس خبز يوم واحد ما بدي أكثر من هيك. يعني ثقافة عظيمة، وأنا لا أقلل من الثقافة الإسلامية أبدا، بالعكس أنا أقول أن الإسلام الحقيقي هو استمرار للدين المسيحي، ما فيش يعني في الأساسيات أي خلاف. وأنا كنت مرة سمو الأمير الحسن طلب مني أن أشارك في حوار الأديان، وكان ذلك في قصر الملكة في بريطانيا، وكان برئاسة برنس فيليب اللي هو زوج الملكة والأمير حسن بتفويض من جلالة الملك حسين. و عندما جئنا على العشاء حطونا أولا في بنزل في داخل القصر وينتر، ولما وصلونا للغرفة قال ما تفتح هذا الشباك لأنه يطل على غرفة جلالة الملك. طبعا ما كانش عندي لا طموح ولا حشرية إني أتفرج على الملكة، فظلوا مسكر.
نزلنا على العشاء بيقولوا لي لقيت واحد رباي من شكله عرفته قال لي انت ايش اسمك؟ قلت له كذا. قال لي مين انت؟ قلت له انا فلان. قال لي انت من وين؟ قلت له من فلسطين. قال this is a conversation killer. قلت له بالعكس this is a conversation starter. انا مبسوط انه لقيتك لاني بدي اسالك شو اخبار مزرعتنا في يافا، شو اخبار بيتنا، هل عم تعملوا له صيانه، هل عم تديروا بالكم على اغراضنا اللي انتم نازلين فيها. ف هذا صار يضحك قال لي شو عم تحكي؟ قلت له طبعا ما احنا انتم ضيوف وبعدين حتتركوا فبدي تديروا بالكم على الاشياء الموجوده. وانا اللي بعض اللي شافوني جيزيل خوري عملت لي مقابله على البي بي سي من اسبوعين، وهذا الكلام قلته قبل من يمكن 10 سنوات على التلفزيون ابو ظبي الحكومي. تسألني ما في حل لقضية فلسطين؟ قلت لها سهل الحل، اليهود يؤمنوا بحق العودة وإحنا نؤمن بحق العودة، هم متمسكين بحق العودة وإحنا متمسكين بحق العودة، الفلسطيني يرجع لفلسطين واليهودي يرجع لبلده. قالت لي بهالبساطة؟ قلت لها بهالبساطة، مش هم يقولوا حق العودة؟ وبعدين مش شوفي هم ما عندهم مشكلة يرجعوا، احنا يمكن في شوية اجراءات لازمة، بس هم كل ما يحتاجوا لتذكرة سفر، وانا بأمن لهم تذاكر السفر لانه عندهم باسبور تاني. ما في يهودي في فلسطين ما عنده باسبور تاني اللي هو باسبور الاصلي، وبرجعوا لبلدهم مرتاحوا ما في منها مشكلة. انا هذا الايمان مش 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 حلم ولا خيال. في انا تعلمت من الرئيس ديغول، رئيس ديغول دائما على طاولته كان في كتب التاريخ وعلى الحيطان خرائط الجغرافيا، وكان يقول لا يمكنك ان تتخذ قرار سليم بدون الرجوع الدكتور بدون الرجوع الى التاريخ والجغرافيا. بالتاريخ والجغرافيا بدنا نرجع، ما في كلام، يعني ما مش مش بدهاش واحد عبقري يحللها. ومهما مهما كانت هنالك محاولات ما مش مش ممكن الا ان نعود، يعني هذه قناعه. ويمكن شفتوا ورقه اسمها يافا وحق العوده، ما مترابطين كل امورنا بحق العوده ومتمسكين بحق العوده، مين ما بده يقرر ويحكي اللي بده اياه. بس انا اولا بدي اقول لكم ان انا سعيد جدا بهذا اللقاء. انا كنت عم بحكي انه اذا ما في حدا بالقاعه خلينا نكمل الجلسه جوا مليانه القاعه، لانه هذا بذكرني انا صدمتوني انه مليانه، لان انا كنت متوقع ما يكونش في حد. شعبيتك كبيره دكتور والله شعبيتك. لا في لي صديق كان رئيس جمهوريه كوستاريكا، صديق عزيز اسمه هوزي ماريا فيغيريس، صحيح اسمه هيك، نائب الرئيس معي هنا فبشان تصححني في المعلومات دائما. ف كنت دعي ليلقي محاضره بهارفارد، وحصل شيء بيظهر غلط في الترتيبات، فاجى على القاعه ما في الا هو واحد ثاني، هذا جاي وراكب الطياره وراكب الترين لهارفارد. قعد يفكر الغي المحاضره احكي لهذا الجمهور من شخص واحد، بالاخر قال لا خليني ما دام جيت هذا ما دام قاعد يمكن يجوا بعدين بقيه المشاركين. فالقى كلمه على الرجل هذا، بس خلص صار يزقف له هذا الرجل الاودينس وان مان اودينس. فنزل شكره وقال له اشكرك جدا انا مضطر امشي لانه بدي الحق الطياره. قال له لا ما بتقدر تمشي. قال له ليش؟ قال له انا المتحدث اللي من بعدك بدك تقعد تسمعني مثل ما سمعتك. حلو حلو. لا اليوم مش حاصل ان شاء الله. لا ان شاء الله بس اليوم حاصل يمكن شيء مختلف. اجينا قبلك بساعة دكتور. اه اجينا قبلك بساعة مزبوط، بستنوك من ساعة الناس حقيقة ساعة. جحا بتعرفوا جحا؟ نعم. جحا كان مرة طلب منه يلقي كلمة مثلي، فمش عارف شو بدي احكي مثل ما انا عم بضيع الوقت لاني مش عارف شو بدي احكي.
فسأل الجمهور تعرفوا شو بدي أحكي؟ قالوا له لا، قال مدام جهلة ما في لزوم أحكي، نزل على المنصة ومشي. دعوه مرة تانية سأل نفس السؤال، تعرفوا شو بدي أحكي؟ قالوا له طبعا، قال مدام عارفين ما في فايدة إني أحكي، ونزل. دعوه مرة تالتة وقال هالمرة حنصيده. فلما سأل السؤال نص القاعة قالت إحنا عارفين، نص القاعة قالت مش عارفين، قال فإذا اللي عارف يحكي للي مش عارف وما في لزوم أحكي. فإذا بتحبوا نعمل هيك، نصكم يحكوا لنصكم ونمشي وأنتم ترتاحوا. نسمع حضرتك. الله، أنا بداية بدي أقول وإن كنت يافاوي أنا أردني وأفخر بأني. وأنا عندما استلمت الوسام اللي ذكرته كان لي كلمة مختصرة موجودة على الوسام عن الشهادة، إني جئت إلى الأردن لاجئا يريد أن يتحدى نعمة المعاناة وينتصر بنعمة المعاناة. فأعطيتموني وطنا وعلمتموني حب أهل هذا الوطن. هذا الكلام موجه لجلالة الملك، وفعلا هذا شعوري. أنا جئت لاجئ وبدون أن احتضنني الأردن، والأردن قصة نادرة في تاريخ الأمم، أن شعب كامل يلجأ ويعطى الجنسية الأردنية. مش والله نمرقوا على بروسس تقدم بالدور وست سنين نفحصك وإلى آخره. تقدمت بكتاب وحصلت على جنسية بأمر من جلالة الملك. هذا ظاهرة تجعلني أدين لهذا الوطن بكل شيء، وأدين لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله، كما أدين لسيدي صاحب الجلالة الملك الحسين، مش بس بالحب، بالولاء وبالشكر، لأنه بدونه ما كنتش بقدر أقعد هون بينكم. فأنا بالنسبة لي هذا شرف كبير وهذا فضل كبير. يافا مرأت وراء أنا يمكن مختصرة تشرح بعض الأشياء عندي على من يافا. والآن الزملاء وين زاهر؟ عم بيشتغلوا على بناء على طلب المدارس، بعض المدارس، على تسجيل صوتي لقصة خروجي من يافا إلى اليوم، إذا كان أحد حب أن يعرضه في المدارس أو في أي وسيلة أخرى. القصة مختصرة، هي نعمة المعاناة. أنا حياتي كلها معاناة، وأنا أشكر الرب أنه أعطاني هذه النعمة. المعاناة نعمة، وأنا أتحدى أن واحد يكون عانى مثلي أو أدي وكان سعيد مثل ما أنا سعيد بإني أعاني. أعطيكم أمثلة بسيطة سريعة. عندما أردت أن أنتقل من الثانوي إلى الجامعة الأمريكية، كانت تأسست الأونروا وأعلنت عن منحة واحدة في الأونروا للاجئ واحد، شرط أن يكون الأول على لبنان. ما كان عندي حل إلا أن أكون الأول، فاضطريت أن أعاني. شارلز مرحبا. اضطريت أن أعاني. أنا كثير سعيد أنه في أبنائي من المجموعة أيضا معي هنا وزملائي وأبنائي. أنا ما عنديش موظفين، عندي أبناء وزملاء وبنات. السنة الماضية رحت أنا وتشارلز روفان هون ومجموعة من زملائي نصلي رأس السنة يوم واحد الشهر، الصلاة الصبح. تتذكر شو كانت الكنيسة؟ فلما دخلت على الكنيسة الصبح أنا وزملائي نصلي، خرج الخوري اطلع شافني، ما كانش يعني عارف اني انا موجود، شفته اطلع علي. قبل ان يبدا اي كلام قال يسعدنا احنا اليوم سعداء انه في بيننا المؤمن طلال ابو غزال. المؤمن، لا المسلم ولا المسيحي، المؤمن، الايمان اللي هو
الله أنعم علينا فيه للعاقلين منا مسلمين ومسيحيين. فحتى بعدين وقت المناولة قالوا الشباب بدنا نستأذن نقوم نتناول. قلت له أنا شو ناقصني يعني واحد بصحل له ياخذ واين حلو مرتب مع بسكوتة ما بضيعها. وهي شاهد أيوة معي. شو قصدي أقول أنا؟ قصدي أقول في ثلاث أشياء أثرت علي في حياتي هي كلها خير. أولها المعاناة. فعندما أكون مضطر أن أكون الأول وهي معاناة لازم تكون أعلى علامة على المعاناة. طب هذه مش نعمة؟ نعمة أنك مجبور تكون الأول. وهكذا حصل ودخلت الجامعة الأمريكية. وهكذا قصص كثيرة. بس أيضا تعلمت قوة الحب. أنا دائما أقول أن أقوى شيء في الدنيا أقوى سلاح هو الحب. مش ممكن أنت تحب واحد وما تنتصر عليه ويصير يحبك. مش ممكن. أنت ابدأ جرب جرب حب كل الناس كما أنا أحب كل الناس. تجد أنه بيضطروا يحبوك. ما بيقدر ما تقدرش واحد يحبك وتكرهه. بس أنا أكثر من هيك. أنا حتى منافسيني واللي بيحاربوني واللي بيشتموني واللي منافسة عمل أو أي شيء بحبهم. سألوني كيف ممكن تحب خصمك؟ قلت لهم اللي بيحبني من قلبه يساعدني لأنه بدعمني وبيشجعني وبيحبني. خصمي يفيدني بنفس الطريقة لأنه بيقول لي أوعى تغلط. أنا قاعد لك هون أراقبك حتى إذا غلطت أذبحك. فهو عم بيساعدني أني ما أغلط. ففي أحسن من هيك أنه واحد قاعد كل الوقت ينبهك يقول لك لازم ما تغلط ولازم تبدع ولازم تتفوق وإلا بنقضي عليك. طب أنا فإذا أنا لا أكره حد. أنا عندي بس عدو واحد بكرهه العدو الصهيوني. ما عندي غيره. ما عندي ولا أريد أن أفقد البوصلة بأن أشتت ذهني من أعدائي. حتى الدول اللي بتساعد عدوي ما بكرهها لأنه أنا لا أريد أن أفقد توجهي الواحد ولا أسمح لعدوي أن يشتتني ويقول لي حارب الدنيا كلها. هذا ما يتمنى العدو أنه نقول أمريكا ضدنا وبريطانيا هي اللي خربت بيتنا. كله صحيح بس أنا خصمي هذا أركز على هذا الخصم فقط. ما عندي غيره خصم بحياتي. إحنا فإذا الآن في مرحلة فيها كثير شعور بالحزن بالألم باليأس. كله غلط والله العظيم كله غلط. إحنا في أحلى مراحل حياتنا. الاتحاد الأوروبي بدوله كلها في عصر الانحطاط. بعض الدول قعدت 30 سنة فرنسا قعدت 70 سنة. ولما بيحكوا لي عن هذا اللي بيأسرس الناس بالسكين بقول له تذكر بفرنسا المقصلة. اختراع أول قص روس كان بفرنسا بالمقصلة. مش إحنا اللي اخترعنا قص الروس. وبعد كل ما جرى قصه والملايين التي قتلت في أوروبا في عصور الانحطاط جاءت النهضة الأوروبية. وهكذا ستأتي النهضة العربية. هذه أمة عظيمة. أنتوا عظيمين. ما تخلي حدا يحبطك ويقول لك الدنيا خربانة وما في أمل. هذا كل ما يريد عدوك أنك تقول ما في فايدة وتقول ما في أمل. إحنا أمة عظيمة بكل المعايير بكل شيء. ما عندي أنا أمة أحترمها أكثر من الأمة العربية. كل الأمة العربية ولا أتكلم فقط عن الأردن. إحنا يجب أن ندرك أن ما يساعد عدونا هو أن نيأس أن نحبط أن نكون في وضع معنوي وانهيار نفسي. لا يمكنك أن تنجح ولا يمكن لأي إنسان أن ينجح إذا لم يكن متفائلا وسعيدا. أنت شفت واحد تعيس ومنهار وناقم بنجح؟ ما بنجح. اللي بنقم واللي بيكره واللي بيأس بيدمر حاله ما بيدمر الطرف الآخر. لذلك ما نحتاجه هو دفعة حب دفعة تفاؤل دفعة ثقة. وكل واحد فينا محتاجها وكل واحد فينا يستطيعها.
أنا ما في واحد بالدنيا بيقدر يقول أنا تعيس وأنا خلقت تعيس. لا، إذا أنت تعيس أنت بتستاهل لأنك أنت قررت. مش ممكن تكون أكثر من واحد مثلي. حتى في بيروت وأنا في الجامعة الأمريكية طالب، كنت أمشي من بيتي إلى الجامعة الأمريكية لأني ما عندي أدفع فرانك. مرات لما أكون مشيت كتير ومرهق أطلع كان في ترامواي، أركب فيه محطة وأنزل محطة مشان ما يمسكنيش تبع التذاكر يقول لي تذكرة. مع ذلك ما حسيت أني مظلوم ولا يوم بحياتي حسيت أني مظلوم. كنت أشعر أن كل ذلك هو لمصلحتي، لأنه ربنا أراد أن يختبرني وأن يدفعني أن أنتصر على المعاناة. الانتصار على المعاناة متعة. لما أنا هلأ في المؤسسة مع زملائي في مشكلة، أي مؤسسة فيها بصير مشاكل، بقول لي معلمي عندنا مشكلة، بقول له أوف تحفة خبرني، بدها في أحلى من هيك خبر أن يكون عندك مشكلة؟ بقول لي معلمي مشكلة. قلت له إيه طيب ما أنا سامعك. طيب المشكلة شيء عظيم. بقول لي كيف يعني؟ معناته في عندنا شيء ننتصر عليه، عندنا فرصة للنجاح، عندنا فرصة للتغلب على المشكلة. المشكلة ما بتحطمني، المشكلة بتخليني أقوى. هذا فإذا أنا بديت بأن أقول أولا المعاناة نعمة، ثانيا أقوى سلاح في الدنيا هو المحبة. ولما يعني في مثل ما قلت هو سلاح معدي لا يمكن فتاك، ما في أقوى منه، ولا دبابة ولا طيارة ولا شيء. أقوى شيء أنك تحب واحد خلاص تأسره وكما تحبه يعبك. وتجربتي كلها الحياة الحمد لله هكذا. وما عندي، أنا بقول لك ما عندي أعداء في العالم كله، ما عندي إلا مثل ما قلنا عدو اليوم. هذا ثانيا. ثالثا لازم يحدد الإنسان شو هدفه، شو هدفه، شو رسالته. إحنا أغلب الناس بدرس مش عارف ليش عم بدرس، مشان يتخرج ويشتغل بس. أنا لما كنت أمشي على رجلي 4 ساعات كنت أفكر شو بدي أعمل، كيف بدي أنتقم من هالعدو. ممكن أصبح مقاومة وهذا عمل عظيم مش ضده، يمكن أدخل في حركات تحرير كمان أعظم. يا ريتني أنا أتشرف بأن أكون أصبع أو ضفر في إيد مقاوم فلسطيني. بس مش أنا قررت أخذ أنا اتجاه آخر، لأن الدنيا مش بس جبهة واحدة. قلت أريد أن أنتصر على هذا العدو بأن أكون أحسن منه. هذا كان هدفي، هذه كانت رسالتي. مش لأخذ وظيفة ولا لأربح أكثر ولا لأخذ راتب ولا لأسس مؤسسة ولا إطلاقا. لما يكون عندك رسالة كل ما يتحقق بيكون هو جزء من هذه الرسالة، ويصبح عملية نضال مش عملية أيام بتمر وبشتغل وباخذ راتب آخر الشهر. لا، زملائي في المؤسسة مثلي هم يشتغلوا لأنه عندهم رسالة. إحنا نريد نثبت للعالم أنه إحنا لا نقل عنكم، واستطعنا. وهذا تشارلز شعبان يوم اللي عينته في المؤسسة قلت له أنا بدي إياك تدير شركة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية. قال لي معلمي أنا ما بعرف شيء عن الملكية الفكرية. قلت له عشان هيك بدي إياك. قال لي مش فاهم. قلت له مش أنت خبير آي تي؟ كان آي تي ما عنده، ما بيعرف شو الآي بي والآي تي، ما بيقدر، ما عنده خبرته كلها في الآي تي. قلت له أنا بدي أنشئ مؤسسة للملكي للإنفورميشن تكنولوجي تقدم خدمات الملكية الفكرية، لأتفوق على منافسيني اللي كلهم محامين في العالم وما بيحبوش الكمبيوترات. المحامي بده ملف وبده ورق وبده دوسيه وبده ليجال أوبينيون وتعطيني ورقه. أنا بدعمل مؤسسة تشتغل بتقنية المعلومات. واستطعنا أن نصبح أكبر مؤسسة في الدنيا في مجال الملكية الفكرية. هذه كانت قرار. كنا ولا شيء، احنا كنا ولا شيء يعني. لما بدأنا الآن في 85 مكتب في العالم، عندنا مئات الآلاف من العملاء، عندنا مئات الدنيا كلها. آخر زبون عندنا اكتشفنا لعلمكم، بس يعني مش للنشر بالإعلام،
ولا بلا خلص بابا وش مشك بعدين ولا ابنك عليه. فاذا احنا جينا نتيجه انه عندنا رساله استطعنا ان نبني هذه المؤسسه. يوم سبتمبر 11 2001 كنت مدعو من كوفي عنان لأكون عضوا في فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات الذي وضع سياسة العالم في مجال الانفورميشن تكنولوجي اند تيليكوميونيكيشن، يعني الأجهزة اللي بتشوفوها اللابتوب والكمبيوتر، كان وقتها لسه حتى كمبيوتر ما في، كان كمبيوتر أول، لما الانترنت التابلت كله. صدف انه كان الاجتماع مفروض يكون سبتمبر 12 وانا كنت في طريقي من باريس الى نيويورك. حصل اللي حصل وتأجل الاجتماع الى نوفمبر من نفس السنة، يعني بعد شهرين جئنا للاجتماع. قال كوفي عنان كنا 52 واحد بالاضافة الى امين عام الامم المتحدة. قال اعلن تأسيس هذا الفريق وكله من من الحكومات، من البنك الدولي، من الأمم المتحدة، من ممثلين عن أكبر 8 شركات آي تي بالدنيا، والعبد الصغير كان موجود. قال نعلن تأسيس الفريق وبدي اياكم تنتخبوا لجنة إدارة من 6 أشخاص. انتخبوا 6 أشخاص وأنا واحد منهم. قال بدي رئيس تنتخبوه. انتخبوني رئيس. طلبت الكلام، قلت اشكركم، عاد ما فيش كلام لانه هذا مش خطب لانه اجتماع تقني كان، مع ذلك سمح لي احكي. قلت انا اشكركم على ثقتكم بي وانتخابكم لي عضوا في لجنة الإدارة ورئيسا عليكم، رغم علمكم بانني فلسطيني أردني عربي مسلم. شكرا. سكوت حوالي 10-15 ثانية، هم فوجئوا شو هذا اللي انتخبناه رئيس وكل جرائم فيه، مجرم فلسطيني ومجرم أردني ومجرم عربي ومجرم إسلامي. سكوت إلى أن كانت الأستاذة سمر معي زميلتي، إلى أن بدأ السفير الأمريكي ديفيد جروس بدأ يصفق وصفقت القاعة كلها. بعدها كوفي عنان قال لي هاي الجملة اللي قلتها يمكن تعبر عن ما لا يمكن أن يعبر عنه مقالات، إنه هذا الإثبات اللي بتدعوا إنه هؤلاء الناس كمجموع، يعني كلنا مجرمين، انتخبتونا رئيسا عليكم، كانت لحظة تاريخية. يومها شعرت أني أنا بدأت أحقق رسالتي يومها. وهذا عم بحكي بعد 60 سنة، كان وقتها أنا طلعت من فلسطين عمري 10 سنين، كان سنة 48، يعني 78 مضبوط الحساب. أنا محاسب أساسي، محاسب يعني بصيرش أني أغلط بالحساب. فإذا الإنسان يستطيع أن يحقق رسالة إذا كان اولا مثل ما قلت يؤمن بنعمة التحدي والمعاناة. مش سهل. حربت انا عندما انشأت شركتنا كان في 8 شركات كبرى في العالم يسمون ذا بيج 8، اجتمعوا وعملوا غرفة عمليات للقضاء علينا. يا الله شو كنت مبسوط. طب انت لما يكونوا البيج 8 في العالم، البيج 8 بالعالم مش بالمنطقة، يجتمعوا ليحاربوا هالظاهرة اللي اسمها طلال أبو غزال اللي جاي بدها تعمل مؤسسة عالمية ليمنعوها. طب في أحسن من هيك نعمة؟ أولا أعطوني تكريم أنه اعتبروني خصم ل8 شركات الكبرى في العالم وأنا واحد لاجئ تعبان يدوب عندي كندرتي، كنت أغير نعلها كل سنة لحد ما تهتري من فوق تهتري من تحت، وأظل مصمم أن أغير النعل. ما فيش كل سنة نشتري كندرة، 10 سنين تقعد كندرة 20 سنة. ويجوا 8 أكبر شركات في الدنيا أقولوا
هذا ظاهرة يجب أن يقضى عليها، لأنه احتكار الكبرى الشركات ينحصر على الغرب. يا سلام. بعدين عند الناس صاروا الناس يقول لك طب هذا اللي بيحاربوا طلال أبو غزالي، شو هذا طلال أبو غزالي؟ فعملوا لي دعاية، خدموني وخدموا ثقتي بنفسي. لما يكون خصمي هذا هو، معناته تمام الحمد لله، مش أزعل ولا أهدى وأولد عالم ضدي وأمريكا ضدي وبريطانيا ضدي لا، أشكركم أنتوا حطتوني على أعطيتوني رتبة معينة لا أستحقها، فأنا أشكركم أيها المنافسين. عندما تشعر بأنك أولا مثل ما قلنا أنك تؤمن بنعمة المعاناة وتشكر الله على نعمة المعاناة وتعتبرها فرصة للانتصار على المعاناة. اثنين، الحب، قوة الحب. كره ما بيوصل لشيء. ولا واحد يظن أنه يوم إذا كانوا يجون الشباب في المؤسسة مثلا، الآن الحمد لله بيظهر يأسوا من مهاجمتي، يقولوا أنه بقولوا هيك بدنا نرد عليهم، تضيعش وقتك ترد عليهم، خليه هو يصرف وقته يحاربك وإحنا نصرف وقتنا نبني نفسنا. مش مستعد أرد على أي اتهام، مش مستعد أرد على واحد بيحاربني، لأني لا أريد أن أضيع طاقتي في الحرب ضد واحد، خلي هو يضيع طاقته بدل ما يشتغل، أنا بصرف طاقتي لبناء نفسي، بناء مؤسستي، وهكذا انتصرنا. لما يكون عندك الإيمان بنعمة المعاناة مهما كان، معاناة صحية، معاناة نفسية. في فيديو يمكن بعضكم شافوه، هو دقيقة ونص عم بلف العالم مش المنطقة العربية، شخص ما بعرف مين هو أقسم بالله، أخذوا من مقابلة عملتها مع التلفزيون الأردني، التلفزيون الرسمي اسمها برنامج هذا أنا هيك اسم البرنامج، اسمه هذا أنا. التفاح ولا غيره؟ أخذوا منه أيوة شايفة هو الموزة أيوة. فأخذ واحد أخذ منه دقيقة ونص ووزعها، وكل شيء قدرنا نعرف أنه من السعودية، هو شخص من السعودي مش من هنا، بس ما قدرنا لأنه حطها على الواتس أب وما نعرفش من الموزع، لأنه وصل الآن إلى 50 مليون هت، 50 مليون مش 50,000. ليش؟ لأنه بيحكي عن المحبة، بيحكي عن السعادة، الناس بدها تسمع عن الحب، عن السعادة، عن أشياء تفرحها، مش النكد اللي كل يوم بنركز عليه. النكد ما بيحل مشكلة ولا بيوصلنا لتحقيق نتيجة، السعادة والفرح والمحبة هو اللي بيوصل. فإذا هذا كانت سياستي وهذا كانت، إذا طبقنا هذا الكلام وأنا أؤمن فيه على مستوى الوطن العربي ومستقبل الوطن العربي، إحنا بألف خير، وسيأتي يوم ونعود إلى قيادة العالم، مش نصير مثلهم. أنا ما بدي أصير مثلهم. أنا كنت في مؤتمر للبنك الدولي، البنك الدولي كان في جنوب فرنسا في نيس ولا كان نيس في كان في نيس في كان، وكان في كلمة لرئيس المؤتمر وهو فرنسي، وقال أن الفرق بين الحضارة العربية والحضارة الغربية أن الحضارة العربية حضارة شم كلها هيك على الإحساس، بينما الحضارة الغربية حضارة براغماتية، حضارة واقع. وترى أسوأ كلمة في الدنيا براغماتي، ما حد يفتخر يقول أنا براغماتي، براغماتي يعني ما عندي لا أخلاق ولا معايير ولا إلا المصلحة، هيك معناته براغماتي. في ناس بتباهوا بقول أنا رجل براغماتيك، لا، براغماتيك معناتها عندي مقياس الربح والمصلحة فقط، ما عندي مقياس آخر. الوفود العربية قرروا ينسحبوا، ترجيتهم، قلت لهم أنا سألقي الكلمة الختامية في المؤتمر، كانوا قرر هيك البرنامج على العشاء، كان في سبيكر واحد على العشاء، طلبوا أن أكون أنا هذا المتحدث، قلت لهم استنوا لأحكي كلمتي وبعدين انسحبوا. طلعت على المنصة قلت أنا كان عندي كتاب خطاب مزعته، بدي أحكي عن الحضارة، الحضارة العربية تختلف عن الحضارة الغربية، فعلا مش براغماتية، لأنها تؤمن بالأخلاق، تؤمن بالمثل، تؤمن بالقيم مش بس المصلحة. ولما يمكن زميلي اللي تكلم رئيس المؤتمر
لم يدرس بحقيقة الحضارة العربية. إحنا حضارتنا هي حضارة تقدم وليست حضارة مصلحة. حضارتنا فرق بين الـ progress والـ development. إحنا progress. حضارة الغربية حضارة development. ما فيش فيها عنصر تقدم لشيء أحسن. فيها لشيء تقنياً أفضل، كسلاح أفضل، كمصلحة أفضل، ولكن قيمنا كانت وما زالت قيم هي اللي تحكم حضارتنا. طلب الكلام، قال أنا أعتذر وأقر بأنني أخطأت ولم أكن أقصد أن أتناول الحضارة العربية. أنا بدي أقول إنه إحنا خلينا نرفع رأسنا. وبكل مناسبة، أنا في مناسبة كنت في إحدى المؤتمرات وطلع واحد من الصهاينة العدو، قال إسرائيل is a peaceful country. ليش تكرهون العرب؟ We are peaceful. طلبت الكلام، قلت أنا أوافق مع الذي تحدث ولا أعرف اسمه ولا أريد أن أعرف اسمه، أوافقه أنه إسرائيل is a peaceful country. It's a country full of pieces. A piece from Lebanon, a piece from Egypt, a piece from Jordan, a piece from Syria. Indeed, a full peaceful country and a big piece from Palestine. Of course you are peaceful. You are really full of pieces. لم يجرؤ أن يرد ولا بأي كلمة. حط رأسه بالأرض وقعد. إحنا يجب أن نرفع رأسنا ونحكي لأنه نحن على حق. وهذه الأمة أمة عظيمة. هذا الشعب شعب عظيم. ما في أنا كنت عم بقول بمناسبة أخرى اليوم، مش معقول قديش الشعب الأردني طيب ومحب بس يطلع على الطاقة. إحنا مشكلتنا أنه ما بنطلعها. أما لما أنت يعني لما رحت زرت معان، شفت في معان ناس ملائكة. كانت الصورة يا أخي معان ومعان، والله إنهم في طيبتهم لا مثيل لهم في الدنيا أهالي هذا الوطن. بس إحنا ندرك، نبدأ فينا في نفسنا. المشكلة مش برا، مشكلة في الذات، وخصوصا في هذا البلد اللي الله أنعم عليه بجلالة الملك الذي علمني الحب وعلمني حب الوطن وحب هذا الأهل وأحبكم أنتم. شكرا. شفت كيف أثر الحب؟ أنت ساعتك بتحكي وأنا بنشف ريقي شوية. تسمح لي ثلاث دقايق؟ صدقوني مش شخصية، بس يعني فرصة سعيدة جدا 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 حقيقة أن تشرفنا باللقاء. اليفاوي طلال أبو غزالي، بدي أقول له بجوز هذا الكلام حلو لكل حب، فبنقول يافا يا كلمة حب غناها الزمن والناس، يافا يا رفة قلب عباها الهوى إحساس، مهما تمادى الظلم وسآنا حنظ الكاس، بكرة نعود للوطن وتنحط فوق الراس. بدي أقول له لسعادة طلال أبو غزالة إنه تجربته المكررة، يعني هو مثلاً طلع 10 سنين، أنا طلعت من 4 أشهر من يافا، هو كان يمشي 4 كيلو للمدرسة، أنا كنت أمشي 3.5 كيلو. صدقوني على المعاناة، ما في أحلى من المشي في الشمس وتحت المطر. والله. يا إله المطر الشتاء شو كان بيغسلك غسيل. في أيامنا كنا نداوم للأربع فترتين في استراحة غدا، يا إما الوالدة الله يرحمها تعملنا صفر طاس هاي الطبيخ والرز وإذا فيه حبة فاكهة، يا إما نروح نتغدى، فكان 4 مشاوير. يعني هيك حالي أمشي أكثر منك شوية، يعني أحسن مني أستغفر الله. لا أحسن في الوكالة برضو، كان لازم بدي أجيب بعثة، أنا كنت أول اللاجئين وخامس المملكة في التوجيه، فأخذت بعثة ورحت على طب القاهرة. ما درستش محاسبة، درسنا طب في القاهرة، كان معنا الدكتور أمين حبيبي. كانت برضو في شيء من المعاناة وشيء من السعادة. عشنا مصر عزها ورفاهيتها وقوميتها ومصرها الله يرحمها. المهم وافق. عجبها الحديث لأنه نائب الرئيس عندنا من مصر. مصر مصر أم الدنيا، ومصر حبيبتنا، ومصر الشقيقة الكبرى، ومصر بخير، العرب بخير، والعكس صحيح. هذا تحيا مصر. تحيا مصر.
فالواقع بنشكر كمان مرة دكتورنا وبنقول إنه الناحية الثانية اللي بشاركوا فيها صدقوني هي فلسفة الحب. أنا بحب كل الناس. صح. كل الناس إيش ما تكون اتجاهاتهم حتى المسيء إلي. ادفع بالذي أحسن فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. في أحلى من كلام الله. ادفع بالذي هي أحسن فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. ما في أحلى من هيك توجيه ولا أسمى من هيك توجيه. فندعو للحب يعيش الحب. الله محبة يا جماعة. الله محبة. وفي الأردن كلمة أخيرة. الله محبة. الله محبة طبعا. بقول هون في الأردن واللي تقبلنا كلنا وأعطانا الجنسية وأعطانا الوطن إلى أن يعود الوطن إن شاء الله. إحنا وطن واحد. هون يا جماعة أنا بقول ما كما يقولون ما جمعه الرب لا يفرقه إنسان. هاي جيزة نصرانية يعني أبدية. أردن فلسطين هاي جيزة نصرانية أبدية وستبقى إن شاء الله. الآن اسمحوا لي أن بعد إذن فسعادة دكتورنا حبيب نفتح المجال للحوار والأسئلة. تسمحوا لي اللي زهق يمشي مش راح أزعل. طب في الست هناك بعدين بعد إذنكم راح أخذ حضرتك وحضرتك بعدين بالنظام نبدأ من اليمين. تفضلي في بعد حضرتك الثانية. تفضلي أنت تفضلي في مايك لا اللي عم بتصير هلا بغزة والمخيمات والتشريد والجوع وقلة التعليم كيف بنعطيهم هدول قصة الفلوس بالمعاملة اللي عم بيشوفوها. شكرا. بناخذ كم سؤال؟ طيب سؤال مثل ما بدك. ايش رايكم ناخذ الأسئلة ورا بعض ونجاوب بعدين؟ طيب هي معنا اهل غزة حضرتك تكتب ولا بدك تحب تجاوب انت حضرتك ايش بتحب؟ ماشي تجاوب ولا جاوب؟ طيب تفضل. حاضر. اهل غزة وكل الفلسطينيين تحت الاحتلال الحقيقي والنظري لانه غزة محتلة ولكن ضفة ايضا محتلة وهنالك واهلنا في فلسطين اللي بيسموه الخط الأخضر اللي هو الخط الأسود أيضا محتلين. أنا بعرف هؤلاء الناس شعورهم مثل شعوري يتحدون المعاناة ومش محتاجين منا إلا أنه إحنا نكون مثلهم. إحنا الإحباط تبعنا هو اللي مزعجهم. ناس بعرفهم وبيعرفوني وبعرف بلاقيهم في المناسبات الحماس اللي عندهم والثقة بالنفس والثقة بالمستقبل أكثر مني. مشكلتنا إحنا فينا هنا اللي إحنا في الخارج إحنا عم نعطيهم شعور بالإحباط. بيشوفوا مقابلاتنا تلفزيوناتنا كتاباتنا كلها بتحكي إنه فلسطين ضاعت فلسطين. ما في شيء بيضيع فلسطين. لما بتشوف السيدة اللي بيهدوا بيتها كله كامل في غزة وبتقعد على الحجارة تقعد على حجار بيتها بتقول أنا مش متحركة من هون إن شاء الله يهدوا البيت 10 مرات. مكتبنا ضرب 3 مرات في غزة ومكتبنا في رام الله ضرب 2 مرات. والله كان أحلى شرف إلي وسعادة إني أعرف إنه ضربوه. الشعور الحقيقي ينبع من القناعة. قناعة هذا الشعب وقوته. طب المرأة السيدة اللي بتقول أنا بجيب 5 أولاد لأنه 3 منهم بدهم إياهم يروحوا شهداء للانتفاضة وهي هم أحياء بدها إياهم يصيروا شهداء. مش خايف أنا على الشعب اللي هناك. أنا أريد إحنا نعطيهم الدعم والحماس والثقة اللي هم عندهم إياها مش نحبطهم. صدقيني ثقتهم وقوتهم في كل الظروف أحسن من ما نشعر ونحن اللي قاعدين ومتنعمين. تفضل سيدي. فيلا انت حضرتك اول. اول شيء شكرا دكتور، شكرا كثير لك ان تقينا فيه. شكرا. صحيح انا شخص عادي شفت المقابله لك على التلفزيون. صحيح حبيتك كذا جدا يعني يمكن الناس بتحبوا المغنيين بتحبوا الفنانين. انا بصراحه انت شخص كنت مميز جدا و طبعا في قصص كثير ناس
نشأوا من طلعوا من رحم الظلم من رحم التعب من رحم. لكن الدكتور قصة حلوة، وأنا كيف كل هاي القصة بناء وفي شبابنا صغار فيها. أنا صحيح يعني هسه العمر كبير قربت على 50، بس عن جد رجعت شباب، وهذا الشيء واقع مش مجامل. طبيعي أنا بحب جامعة، بس فعلا هذا الشيء أنا شفته فيه، شفت دفع على الشباب أو شرعة تضوي الطريق المضي. وأنا أقول في دكتور وشكرا كثير. خجلتني، هذا بتحكي عن خلقك مش عني، بتحكي أخلاقك. ما شاء الله. في حد هون؟ تفضل. هناك بس. أنا إيمان عبيدة، أكاد أجزم شخصيا أو ثم أطفال تكييف راح يظل الجو كويس، لأنه هي الحديث الدكتور طلال في دفء ودفء عالي. ما راح أتحدث السياسة، بس بمظلة الحديث بشكل عام، إحنا بالمجتمعات الشرقية والعربية بتقدير الشخصي طبعا كل حديثي إنه بنعاني من حالة القيم، ودائما بدعو لها اللي هي حالة صلاح للمجتمع بكل تفاصيلها. وظليت دائما لما بحكي عن حالة من مجموعة القيم، الحالة العربية اللي بنعيشها أو الشرقية أو أي مسمى، صرت أحسها حالة نظرية. طبعا أنا السؤال مش أقرب على أي شيء عشان تأخذ من خبرة الدكتور طلال. الحالة العامة حالة نظرية قد تكون بين الطبقة السياسية أو في الصالون السياسي أو في الكتب. القيم شبه مفقودة في مجتمعاتنا، واللي رجعتنا في حالة التردي كامل، وصرت أناقش دائما إنه الحصان. إذا ممكن بالله توصل للسؤال، الله يرضى عليك. الحصان وللعربة ولمع بعض، كيف ممكن فعليا يخطى من الفرد والمجتمع والمجموعات نروح لحالة القيم اللي تخلينا نلتقي زي ما الشعوب قدرت؟ شكرا. لو سمحتون بالله عند النائب، لو سمحتون بدك تجاوب ولا في اشياء؟ نعم سيدي. بالنسبه للدكتور تعقب عليه ولا انا انا قلت ان العمليه هي قرار ذاتي، قضيه قناعه قبل كل شيء. لا تقول للبيت ولا تقول للمجتمع ولا المدرسه، انا رغم عن كل شيء بدي احب اهلي، بدي احب وطني، بدي احب دولتي، بدي اكون مواطن صالح. انت خذ قرار، ما في شيء بيمنعك. بدها تبدا بان ننشر قناعه، قناعه الحب والله مش بس فقط لمصلحه الغير، لمصلحتك اولا. مصلحه الانسان الحقيقيه هو بان يكون محب وسعيد وقنوع، وهذا شيء قرار ذاتي. ما بقدر يعني اقول لك علي خطه الا انك تقتنع اني انا اذا انا حظيت بالشرف اني اكون معكم الليله هو لاني اؤمن بذلك. السؤال قبل الاخير، وبعدين وين الست بدات؟ في ست في مين هون الست عشان اعرف؟ بس هي اللي هون. أيوة نعم. طيب لو سمحت السؤال قبل الاخير وبعدين الست هون عشان ما بدنا ننتقل على الدكتور. تفضل سيدي. مساء الخير. انا اسمحوا لي احكي وانا قاعد، بلاش اعطي ظهري اللي وراي، اسمحوا لي. تفضل. اول شيء يعني مريض لما بيمرض تعرف على حضرتك. تعرف انا اسمي احمد الجالودي، اسافر في برنامج السبع. اهلا وسهلا. المريض لما بيمرض بروح دكتور، واحنا بالذات انا لما بحس انه الحياه ضغطت علي شوي وبلشت المشاكل والهموم لا سمح الله طبعا، وهالاخفاقات اللي حكى عنها الدكتور ابو لؤي، باجي بطلب لقاء من ابو لؤي عشان يعطيني عفوا نتجاوز هاي المرحله. فشكرا ابو لؤي. عفوا الستون لو سمحت. الشغل الثاني، اسف كمل. في لعبة كنتين. تفضل سيدي. سامحنا معلش بقى. انتوا النواب بتحبوا المقاطعة. انا بدي احكي قصة او قصتي مع ابو غزالة، وهي درس، لانه هذا الرجل ينسجم قوله مع فعله، وهو مدرسة، وزي ما بقولوا للمصريين فن ولاعب مهندس. انا كنت لاعب في البرلمان السابع عشر، كنت مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار، ولا ادعي انني خبير اقتصادي. فكان في ندوة في منطقة طلال أبو غزالة
عن احد المواضيع الاقتصاديه، وكان هناك احد الخبراء الاقتصاديين في المحاضره، وكان طبعا كعادته ابو لؤي يصر ان يكون يعني جالس الى جانب خبير تغذيه واحتراما له رغم الشغلات الكبيره، وانا هذا لاحظت اكثر من فاجيب حضرتك بعد شهور. اول مره كانت مفوت على منتصف طلال ابو غزاله، واول مره جئت لاكتشف هذا العالم الذي اسمع عنه كثير ولا اعرف. فحكى المحاضره محاضرته بعد ما قدموا طبعا اخو الكبير دكتور طلال، بعدين صاروا مداخلاتين، فقمت انا وعرفت عنه. لم يكن في تلك القاعه نائب سوى بالصدفه طبعا، عاده المنتخب يكون عامل بالنواب والوزراء والاعيان وغيرهم، لكن في تلك المناسبه لم يكن هنالك نائب عامل يعني راس على دور سواد. فقمت عرفت هاي وحكيت، الله فتح علي، حكيت كلام طيب شكلي. فقام ابو لؤي، واقسم على ذلك طبعا هذه قصه حقيقيه، اخوي لؤي شاهد عليها، قام من المنصه الرئيسيه واجى عندي وقال لي بعد الحكي اللي سمعته منك الان الحق لك ان تجلس بحالك. فانا بشكر على ما فعله في نفسي، وكرمني مرتين، كرمني بان يعني اجلسني مكانه في المنصه الرئيسيه للاجابه على بعض الاسئله طبعا كنائب في ذلك الحين، واشكره لانه غرس في معاني كبيره وتحدث عنها قبل قليل، الحب والعطاء، وانا اركز على العطاء لانه المتعه الحقيقيه هي في العطاء وليست في الاخذ. احسنت. فهو اعطاني دروس كبيره، ومن ذلك الحين وانا انقلبت في الزلمه، والان انا احد اعضاء هذا المنتدى الرائع، واتشرف بذلك، والله يطول في عمرك ونضل مع بعض ان شاء الله لنخدم هذا البلد ونخدم سيدنا الله يطول في عمرك. انا ولا شيء بدونك وبدون امثالك والله، انتوا اللي بتعطوني قيمه، وانتوا اللي بتعطوني وزن وعقل وخبره، فانا اشكرك شكر جزيل، والله يخلي لي اياك دائما. هو في الاخت هلا بس ما بعرف يا جماعه، معلش تسمحوا لي، لا بدي اسال يعني، هو بدناش ناخذ من وقتكم ومن وقت الدكتور زياده، بتحبوا نعطي وقت يعني بعد سنتين؟ اهلا وسهلا. بارك الله فيك، شكرا، وصل الدعاء ان شاء الله. شكرا. وانا بحب اقول لك بحبك. الله بارك الله فيك، شكرا لك. يعني انا عانيت الصراحه من حبي لك، عانيت. يا الله شكرا. من الساعه 5:30 ان شاء الله اخذ المقدمه، هذه المعاناه الايجابيه. فيروز القطار، كثير كنت اتمنى اني اتعرف على شخصك الكريم، وحصل الشرف انه تعرفنا عليك. بما انه احنا كنا عمالنا بنحكي عن المعاناه وعن الحب، المعاناه جاوزناها وكانت ايجابيه ووصلت لشوفها، والحب حبيناه مثل ما احنا حبيناك، لنا هدف باذن الله يتحقق انك تكون يشرفنا تكون الرئيس الفخري لجمعيه يافا. يا ريت بتتشرف والله، بتتشرف والله، كل اهل يافا والله بتتشرف، تكون الرئيس الفخري لجمعيتنا. نقدر نعلن الموافقه؟ هذه هي الحب وهزيمه الحب. نقدر نعلن الموافقه يعني؟ شكرك. بس ما في رئيس فخري، ما في منصب خادم يافا يا حبيبنا، وده الرئيس فخري، خادم فخري في الجمعية. الله يطول عمرك. خادم فخري، رئيس فخري لجمعية يافا، واحنا بنثني على الطلب والله. شو يا فاز؟ بنثني على الطلب بصراحة باسم كل أهل يافا وأعضاء جمعية يافا. نعلن الموافقة إن شاء الله؟ موافقة. أنتوا عم تعطوني شرف لا أستحقه. بالعكس. ببلاش. بتشرف. لا بتشرفنا وبتشرف الجمعية. شكرا لك سيد فيروز. شكرا كثير، احنا سعيدين بوجودكم. السيد رائد حماد، شفت هاي في اعتراض؟ هيو لا هذا رئيس الجمعية. احنا عشان نثبت الموضوع. هذا
السيد رائد حماده رئيس الجمعيه. بالعكس الشرف والفخر. اهلا عبد الله. يعني بعد من زملائي وان شاء الله يمسكم بالخير، انا اسمي رائد حماده الخادم الصغير تبع جمعيه يافا. الله يبارك. طبعا اكيد زملائي بالهيئه الاداريه ما حدا منهم عنده اي تحفظ على شخص سعاده السيد طلال، فطالما انا وافقتم انا بعد الرسمي انه السيد طلال ابو غزاله هو الرئيس الفخري لجمعيه يافا. فرصه سعيده يا سعيده. لا تشتغل.